يا جماعه القرار يا جماعه 3/8 لحلف اليمين، حلف يمين اللجنه، و22 لارفاق التقرير والجلسه. لكن مش عارفين اللجنه ايه، هل اللجنه حلو قوي لو سالت اللجنه ايه؟ والله انا شخصيا ما عارف، لان المحكمه قالت في الجلسه بوضوح، وانتم كنتوا حاضرين الجلسه، قالت المختص يا جماعه وانا مش هقدر اجيب غير التقرير من لجنه من العباسيه. تمام؟ قالت كده على فكره وانتم قاعدين، قالت المنوط العباسيه. فانتوا يا اساتذه انتوا شوفوا طلبات المتهمه ايه، لان انا مش هجيب الا من العباسيه. فالاساتذه تنازلوا في محضر الجلسه عن الطلبات السابقه، وطلبوا مناقشه اللجنه الثلاثيه اللي هي ارفقت تقريرها اللي كانت سابقا قدام النيابه اللي هي من العباسيه، اللي قالت ان هي عاقله. فوجئنا بالقرار اخر الجلسه بيقول ايه؟ بيقول ان هي الجلسه مؤجله ل 3/8 لحلف اليمين، و22 لنظر الايه؟ لنظر الجلسه وارفاق التقرير. هنقول لك اهو، هل هو بقى يقصد اللجنه اللي هي اللي هو عايزها من الجامعات اللي هو قال ما ينفعش نجيبها؟ الله اعلم. طب هل هو اللي عايز لجنه، هو يحلف اللجنه اللي هي اصدرت التقرير اللجنه الثلاثيه؟ هذا وشانه، بس انا قلت لكم القرار اللي صدر وبوضوح. ايش؟ ما قالش والله يا جماعه، لا القرار واضح. الدفاع عن المتهمه باستدعاء اللجنه من الازهر والفتوى. المحكمه نحته جانبا. هو حتى قلنا في الكلام ده، قلنا الشعوذه والسحر والجن ليس له محل من الاعراب في هذه الدعوه. بس معرفش بقى المحكمه ناحيته جانبا. وعلى فكره انا ما عنديش مستبعد اي حاجه في القضيه، يمكن المحكمه بعد كده تقول لك عايزين شيخ. والله بس ده القرار يا جماعه، ده القرار، والمحكمه هي لها اليد الطوله والسلطان الاعلى في الحكم في هذه الدعوه. بس ما فيش شيخ وما فيش جن لغايه دلوقتي. تقرير المستشفى العباسيه بنسبه ذكاء المتهمه 90%. مش موضوع الذكاء بس، انا جاي لك اهو بعد ما سالتني السؤال الجميل ده. على فكره هو مستشفى العباسيه مش قال مثلا كده جه يجري يجري يجري، ده هو مكون 4 5 صفحات من ضمن ما توصل، يعني قال ان هي عاقله، قال الفحص الاكلينيكي توصل ان هي ما فيهاش اي حاجه، قال بالبحث الصحي اللي هي السماعات، القلب سليم، الضغط سليم، السكر سليم، كل الامراض سليمه، قال ان هي نسبه ذكاء من ضمن اللي قاله نسبه ذكائها 90%. وعلى فكره 90% دي مش يعني الليفن، لا هو دي مقياس يعادل المتوسط الطبيعي اللي هو احنا كلنا يعني مش نبغى يعني. فالتقرير اشتمل كل ما تشتهي الانفس. والمحكمة اللي انا مستغرب له على فكرة وبنقله ليكم، المحكمة تقول ان التقرير مشتمل كل حاجة يا اساتذة، والاساتذة تنازلوا عن اي حاجة عن اي لجنة هم طالبينها، وعلى الرغم من ذلك بيطلع الاجل كده. هل ممكن الدفاع يطلب طلبات تانية ولا والله العظيم وارد يا اخي. يعني احنا كل جلسة بنسمع طلبات لسبب بقى الدفاع. لسبب النهاردة كان اول امبارح لو انتم فاكرين حد اسمه حسن قال انا مش متابع المحامي القديم، وقال وانتم شفتوه سجلتوا معاه، ما جاش. جه النهارده محامي والله عمرنا ما شفناه قال انا منتدب من قبل المحكمه، واتضح ان هو مش منتدب طبعا، وفضل يقول سبوبه بقى يا ريس. فكل يوم جلسه وكل يوم محامي شكي فبيطلب، واحنا مش عارفين انت جاي من فين. وسيله من الدفاع عن متهمه للمماطله لا هي مش وسيله للمماطله عشان يحمي المتهمه، هي وسيله عشان يطلع صور معاك.